مجموعة أسئلة اختياري للإلكتريك بوتنشال بتعمق فهمنا إزاي تختار صح من مجموعة اختيارات أو true false. Any two conductors connected by a conducting wire will have the same electric potential. هل الكلام ده صحيح ولا لا؟ يبقى لو عندنا two objects وصلنا بينهم سلك في شحنة على واحد مثلا نقول Q1 على الأوبجكت الأولاني وشحنة على الأوبجكت الثاني Q2، الشحنة بتنتقل بينهم لغاية إيه؟ لغاية ما الفولت يتساوى، فالواير يفضل شغال في نقل الشحنة لغاية ما الفولت على الأوبجكت الأولاني يساوي الفولت على الأوبجكت الثاني، وبالتالي الإلكتريك بوتنشال يتساوى. فبيقول لي لو في سلك توصل بين تو اوبجكتس عليهم شحنات في الاخر ايه النهايه؟ will have the same electric potential، يعني finally فعلا الشحنه تتوقف بالانتقال من واحد الى الثاني لما البوتنشال يتساوى. الجمله دي صحيحه. كمان بيقول لي the electric potential on the axis of uniformly charged ring of radius r at a distance x from its center is given by v KQ على المسافة، هي K في Q على R، الـ R ده الجذر التربيعي للإكس تربيع المسافة زائد نص قطر الرينج، فهو نسي يحط الجذر الروت سكوير، وبالتالي كده بقت مسافة تربيع، فهو بس لو حطينا الجذر التربيعي يظبط معانا، فالكلام ده فولس، لكن لو جابها لك كده يبقى الكلام ده ترو، لو جابها كده فطبعًا ده فولس. Consider the equipotential surfaces around one positive charge and another negative as shown in the figure. The electric potential at point A is equal to عند point A. نشوف ال equipotential ده بيقول عليه potential متساوي مقداره 2.5 فولت. فنقطة A عليها 2.5 فولت. أهو فين أهو. طب لو كان سألني على ال B أقول له 8.2. لو سألني على ال C أقول له minus 1.9. لو سألني على D أقول له minus 6.2 فولت. طالما المسارات دي أو الباثس دي equipotential يبقى كل الفولت عليها متساوي، أي نقطة في نفس الفولت، وبالتالي عليه 2.5 في سؤالنا لأن سأل على نقطة A. لو سأل على أي نقطة تانية أقرأ هي على أنهي سيرفيس وأقول الرقم الموجود عليه. We'll consider a solid conducting sphere of radius r زي كده، وقال لي conducting يعني الشحنة كلها على السيرفيس في radius r وtotal charge q. Point P is located inside the sphere جوه السفير، يعني مفيش electric field، الإي بصفر، ويكون الفولت متساوي مقداره ايه؟ K في Q على R، K في Q على R، K في Q على R، capital R، نص قطر الكرة أو السفير، يعني أو نقول لو كان شيل يعني conducting sphere، هو دي سفير، حتى لو كان قال لي شيل نفس الشيء conducting shell، أو حتى قال لي insulating shell، لو كانت شيل يبقى سواء بقى conducting أو insulating، أو لو قال لي conducting sphere غير طبعا insulating sphere. conducting sphere يعني كل الشحنة راحت على السطح، وبالتالي الإلكتريك potential جوه يساوي K في Q على R ثابت، يبقى inside K في Q على R، لو كان outside يبقى K في Q على R اللي هي المسافة من المركز اللي هي ال R دي تكون أكبر من ال capital R. طب بيسألني بيقول لي إيه potential عند نقطة P اللي هي جوه بتساوي إيه؟ هل بتساوي صفر ولا لا تساوي صفر؟ طبعا لا تساوي صفر لأن K في Q على R، ولو كان سألني على ال electric field كان جوه بصفر. الالكتريك فيلد للكوندكتنج سفير بصفر جوه السفير، لكن الكوندكت الالكتريك بوتنشال كي في كيو على ار زي ما احنا شايفين وكونستانت، فهو لا يساوي صفر، هو الاي اللي يساوي صفر، لو كان قال لي اي يبقى اي يساوي صفر، لكن البوتنشال لا يساوي صفر وقيمته في جميع النقاط داخل الكوندكتنج سفير اي نقطه سواء عند المركز او اي نقطه لغايه نص القطر، هو K في Q على R constant زي ما احنا شايفين. Will a proton is placed at location P. ادي بروتون اهو هنحطه هنا. بيقول which of the arrows indicate the direction of the electric force F at the proton. بغض النظر هو في بروتون او الكترون،
الالكتريك فيلد ماشي من الهاي بوتنشال لللو بوتنشال، فخطوط ماشيه كده. لو عندنا بقى بروتون الفرصه معاه، لو عندنا الكترون الفرصه العكس، وبالتالي لو حط بروتون فالفرصه تكون نفس اتجاه الالكتريك فيلد من الهاي الالكتريك فيلد من الهاي لللو، وبالتالي الفرصه تكون في اتجاه 4. لو قال لي الكترون هيكون في اتجاه 2. طبعا 1 و3 لا، بروتون يبقى الالكتريك فورس هيكون نفس الاتجاه ده. لو كان الكترون كان هيكون الفورس العكس. طيب لو كان الهاي هنا واللو هنا، يبقى الخط الالكتريك فيلد تمشي كده. يبقى لو بروتون الفورس هتكون 2، ولو الكترون هيكون 4. بكل الخيارات الممكنة بالنسبة للشكل بتاعنا، الالكتريك فيلد رايح يسار، فبروتون الفورس تكون نفس الاتجاه، فهناخد 4. بيقول the electric potential cannot be calculated from the electric field، واحنا عارفين ان الالكتريك فيلد بيساوي ماينس اشتقاق ال V بالنسبة لل R، يعني ال V بتساوي تكامل ال E دي R اللي هو ده، بس نحط ماينس، نحط ماينس هنا. فال V ممكن يتحسب من الالكتريك فيلد بتكامله مع المسافة، أو بلاش نقول المسافة، نقول الديسبليسمنت، فنقول ماينس تكامل الـ E دي R. فممكن ولا مش ممكن؟ أه ممكن، ترو. يعني لو إحنا عندنا إلكتريك فيلد نعمل تكامل إلكتريك فيلد مع الديسبليسمنت أقدر أجيب الفولت. Two charges are placed at a distance R apart. If the distance between the charges double, the electric potential energy will be. وهنا بيقول electric potential. طبعا electric potential زي يعني هو الرمز ده U وليس V. يعني نحط هنا U، أنا كتبته بالغلط V، هو U. فالU بتساوي K في Q1 في Q2 على R. طيب دلوقتي بيقول الV داش حيث الـ R doubled. If the distance أو ذا تشارج از دبلد، الار هنا دبلد، فيفضل كي في Q1 في Q2 على ار، كل ده هو الفي على 2. فمعنى كده ايه؟ لو المسافه دبل البوتنشال انرجي هيقل للنص، يبقى هاف. طيب لو المسافه، هو قال لنا لو المسافه ايه دبلد، لو المسافه هاف يبقى ار على 2، يبقى الفي هيبقى دبلد. يبقى مره تاني، لو المسافه دبلد المسافة زادت، معنى كده ايه؟ معنى كده ان الفولت هيقل، مش الفولت، الفولت هيقل للنص لو كان، لو قلنا بنحسب الفولت، بس هو بيسألني على البوتنشال انرجي بين شحنتين. لو انا مثلا عندي شحنة وبحسب الفولت على مسافة، بعدين حسبتها على ضعف المسافة، الفولت هيقل للنص. كمان لو عندي شحنتين بينهم مسافة R والمسافة دبل، يبقى اليو هتقل للنص، هنا يو وليس في. طيب لو المسافة هافد يبقى R على 2، يبقى ساعتها الفولت هيبقى دبلد والبوتنشال برضه هيبقى دبلد. يبقى في سؤالنا هنا ايه؟ طالب الالكتريك بوتنشال، خليها يو، يو داش هنا 2 R اللي هي في يو على 2، هنا يو 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 وليس في. لو كان بيسألني على الفي برضه نفس الشيء، المسافة دبلد الالكتريك بوتنشال عند نقطة هيبقى النص لو المسافة اتضعفت، والبوتنشال هتبقى نص لو المسافة اتضعفت بين شحنتين، وبالتالي هنا سؤالنا هافت. بيقول uniform electric field زي ما احنا شايفين of magnitude 100 volt per meter distribute is directed in the negative y direction، نزل لتحت as shown in the figure. The coordinates of point R minus 1 1 و B 1 1 will the potential difference between A and B. طبعا الالكتريك فيلد ملوش علاقه بين الايه، مفيش الكتريك فيلد بين الايه والبي، لا من الايه للبي ولا من البي للايه، الالكتريك فيلد عمودي عليه. واحنا عارفين الالكتريك فيلد البوتنشال عباره عن ايه، هيساوي دلتا في هيساوي اي دوت الدلتا ار اللي بينهم. طيب الدلتا ار في اتجاه الاي وهو في اتجاه الجي، فالاي دوت جي بصفر، وبالتالي مفيش اي اختلاف في البوتنشال بين الـ A والـ B، وإلا كان عمل إلكتريك فيلد بينهم، إلكتريك فيلد عمودي عليهم ملوش علاقة لا ماشي من الـ A للـ B ولا من الـ B للـ A، وبالتالي مفيش إلكتريك بوتنشال
ديفرنس يعني بين الاي والبي، الاثنين نفس البوتنشال. فهو بيسالني اه طبعا هو زيرو، لا 200 ولا ماينس 200. دي كانت مجموعه اسئله كونسبشوال، اتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو. اعملوا لنا لايك وانشروا الفيديوهات، واكتبوا في التعليقات اي ملاحظات شايفينها مناسبه تحسن من الشرح واستفادتكم. شكرا والسلام عليكم، نلقاكم ان شاء الله في شبات القادمه.